وضمن احتفالات البحرين بأعيادها الوطنية، استضاف مسرح الدانة حفلا غنائيا جماهيريا كبيرا، أحياه الفنان نبيل الشعيل والفنان عبد الله الرويشد والفنان مطرف المطرف. وشهد الحفل حضورا خليجيا وعربيا لافتا، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها مسرح الدانة ثلاثة نجوم في ليلة واحدة. ووصف الجمهور الأمسية الفنية بأنها ليلة من خيال، حيث قدم الفنانون الخليجيون الثلاثة أكثر أغنياتهم شعبية وشهرة، حيث لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور. أشكرك يلي سأل يا أخي، شكرا على السؤال والله.